بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة، وطبعا كلامنا النهاردة هنبدأ بالدوري المصري. النهاردة ثلاث لقاءات وصراع عنيف في صدارة الدوري المصري أو في منافسة على الدوري المصري ما بين بيراميدز والأهلي. بيراميدز النهاردة بيحقق الفوز رقم 14 على التوالي. بيراميدز بيكسب الاتحاد السكندري 4-0 في استاد اسكندريه، نتيجه كبيره جدا لصالح بيراميدز. بيراميدز زي ما قلت لكم يعني بيقاتل عشان يحافظ على القمه، مش عايز يضيع اي نقطه. النهارده رقم قياسي لنادي بيراميدز انه يكسب 14 مباراه متتاليه في بطوله الدوري، رقم كبير جدا، وبيخلي يعني الدوري سخن جدا خلال الفتره الحاليه لغايه بقى المباراه القادمه اللي هيبقى ليها دور كبير جدا في تحديد بطل الدوري. بيراميدز كسب الاتحاد النهارده 4-0، وعنده الاهلي يوم الجمعه، ماتش الاهلي وبيراميدز ان شاء الله يوم الجمعه القادمه. الاهلي كمان النهارده بيواصل انتصاراته على فرق الدوري، ويمكن الفتره اللي فاتت الاهلي لعب مع طلائع الجيش مرتين، لعب مع فاركو مرتين، لعب مع الداخليه مرتين بشكل يعني غريب جدا في ترتيب الماتشات، ولكن النهارده الاهلي كمان بيقدر يعمل مباراه مميزه بتركيز برضه، بقتال، مش قتال بالمعنى اللي هو قتال، يعني قتال في الكوره، اللعيبه بتقاتل كرويا، يعني مش قتال بالمعنى القتال يعني. فقدر النهارده الاهلي يفوز على طلائع الجيش 2-0 ويواصل مترطده لنادي بيراميدز. الاهلي دلوقتي عنده 57 نقطه، بيراميدز عنده 68 نقطه. بيراميدز لعب اكتر من الاهلي، لعب 27 ماتش، الاهلي لعب 23 ماتش. بيراميدز بيتفوق على الاهلي ب 11 نقطه. لو الاهلي كسب ماتشات المؤجله او الفرق ما بين الماتشات بتاعته وماتشات بيراميدز اللي هم الاربع ماتشات، يبقى الاهلي بفارق نقطه بس. الماتش الجاي الاهلي وبيراميدز هيفرق، هنشوف بقى هيحصل ايه يوم الجمعه الجايه، ماتش من الماتشات اللي هتحدد مصير بطل الدوري المصري السنه دي يوم الجمعه الجايه، الاهلي وبيراميدز او بيراميدز والاهلي، يعني مش فارقه. فالاهلي بيوصل انتصاراته، بيراميدز بيوصل انتصاراته، ويعني عجبني فريق بيراميدز بصراحه ان هو بيكسب 14 ماتش على بشكل متتالي او شكل يعني مستمر 14 مباراه. كمان النهارده فاركو في مباراه مهمه جدا 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 لفاركو، بيكسب الداخليه 2-0 النهارده، وفاركو بياخد خطوه كبيره جدا نحو البقاء في الدوري المصري. النهارده فاركو وصل للنقطه رقم 29 في المركز ال 15، وخلى موضوع الداخليه صعب جدا، خلاص يعني نقدر نقول الداخليه كده خلاص يعني بشكل كبير او مؤكد الداخليه هيعود لدوري المحترفين. الداخليه عنده 19 نقطه، ناقص له اربع ماتشات في الدوري، حتى لو الداخليه كسبه الاربع ماتشات المتبقيين هيبقوا 32 نقطه، يعني في صعوبه برضه ان لسه في انديه. طبعا فاركو لسه عنده اربع ماتشات، بلديه المحله عنده خمس ماتشات، الاسماعيلي، جونه، البنك الاهلي، ف ماتشات يعني موقف الداخليه بعد الخساره النهارده اقدر اقول لكم ان الداخليه خلاص يعني بشكل كبير، رغم ان هم بصراحه الفتره اللي فاتت بيأدوا بشكل رائع مع كابتن عيد مرازيق، ولكن الداخليه خلاص يعني في اتجاههم الى دوري المحترفين رغم ادائهم المميز خلال اللقاءات الاخيره بقياده الكابتن عيد مرازيق. ثلاث ماتشات النهارده، بيراميدز بيفوز على الاتحاد 4-0، الاهلي بيكسب طلائع الجيش 2-0، وفاركو بيفوز على الداخليه 2-0. هبدا بالماتشات النهارده عشان الدنيا سخنه والمنافسه ما بين بيراميدز والاهلي جامده جدا في الدوري، وبعدين هنقول لكم بعض الاخبار، لكن نبدا بالماتشات. وهبدا على طول بماتش الاهلي وطلائع الجيش النهارده، وفوز سهل للنادي الاهلي. لسه الاهلي كان من 10 ايام بيلاعب طلائع الجيش وكسبوا 4، النهارده بيعود مره اخرى الاهلي بتركيز شديد جدا، باهتمام، باصرار على تحقيق الفوز عشان ما يبقاش في اي نقطه تضيع على طلائع الجيش، وفوز مهم طبعا. والاهلي في المركز الثاني ب 57 نقطه من 23 مباراه. بيراميدز خلي بالكوا لعب 27 ماتش، يعني بيراميدز ازيد اربع ماتشات عن الاهلي، ويعني فارق 11 نقطه عن الاهلي، بس طبعا في اربع لقاءات متبقيه للنادي الاهلي ما بينه وما بين بيراميدز وغير المواجهات المباشره.
الاهلي لسه عنده ماتشين مع بيراميدز. طلاع الجيش بعد خسارته النهارده لعب 29 ماتش، طلاع الجيش في المركز ال 11 ب 35 نقطه. مبروك للاهلي، استحق الفوز، وهارد لك لطلاع الجيش. حاول كابتن عبد الحميد بسيوني ان هو يوقف هجمات النادي الاهلي في الشوط الاول ويشتغل على الهجمات المرتده، لكن ضيع فرصتين في الشوط الاول. اللي بيضيع خلي بالكم في الماتشات الكبيره دي بيستقبل، يعني الفرق مش هقول الصغيره، طلائع الجيش فرقه محترمه وفرقه مميزه، لكن لما بتكون بتلعب اهلي بتلعب زمالك بتلعب بيراميدز وبتضيع اهداف هتتعاقب، الفرصه ليها ثمن في الماتشات الكبيره. فهارد لك لطلائع الجيش، والاهلي النهارده كان افضل واستحق الفوز، ومبروك للنادي الاهلي. نروح للمباراه الثانيه، وكانت برضو مباراه مهمه، وكنا بنتفرج بنشوف بيراميدز هيعمل ايه مع الاتحاد السكندري، هل هيقدر بيراميدز يواصل انتصاراته، يقدر يكسب الاتحاد في اسكندريه. كسب الاتحاد في اسكندريه وكسب كمان بنتيجه كبيره 4-0، ويعني انا شايف في كل ملاعب مصر كل الجماهير يعني وكل الماتش الفرق حاطه صوره احمد رفعت طبعا، وده يعني اقل شيء بصراحه لاحمد رفعت. بالكوا برضو النهارده يعني خدوا المباراه بعد المكسب ده بتفرق معاهم معنويا ان المواجهه القادمه امام الاهلي، فهنشوف بقى بيراميدز امام الاهلي هيبقى بنفس المستوى ده ولا الاهلي هيتفوق، هتفرق بقى، ده اللي هنشوفه. الاهلي طبعا هيبقى مركز جدا في الماتش اللي جاي، ان ماتش يعتبر ماتش بطوله الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه اللي جاي. بيراميدز بعد المكسب النهارده وصل رصيده ل 68 نقطه، لعب 27 مباراه، كسب 21 ماتش. بيراميدز 21 ماتش طبعا نتائج رائعه. خلي بالكم كان في فتره مع باتشيكو برضو في بدايه الموسم قبل ما يوروتيتش يجي اتعادل 5، خسر مباراه واحده فقط بيراميدز السنه دي في بطوله الدوري. ليه 49 هدف، دخل في مرمى 17 هدف، من اقوى خطوط الهجوم ومن اقوى خطوط الدفاع في بطوله الدوري. يعني بيراميدز خط دفاعه اقوى من الاهلي 17 هدف فقط، الاهلي دخل في مرمى 20 هدف، رغم ان النادي الاهلي لعب ماتشات اقل من بيراميدز. بيراميدز من اقوى خطوط الهجوم، الاهلي اقوى خط هجوم حتى الان 54 هدف، يليه بيراميدز 49 هدف. برضه من الفرق اللي خط هجومها السنه دي قوي جدا في الدوري البنك الاهلي، 54 هدف جايبين النادي البنك الاهلي، 45 هدف، وده رقم برضه مميز ما يدلش على ان البنك الاهلي في مركز متاخر. ثلاث فرق جايبين اهداف كتير في الدوري، 54 الاهلي، 49 بيراميدز، 45 البنك الاهلي، دي الفرق اللي هي اقوى ثلاث فرق في خط هجومهم. فخلينا نشوف بقى اللي هيحصل يوم الجمعه الجايه، كلنا مترقبين، كلنا هننتظر مباراه بقت قمه، الاهلي وبيراميدز بقت قمه لابتعاد الزمالك عن المنافسه. كنا دايما بيقول ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي مباراه قمه، لكن دلوقتي مباراه القمه هتكون ما بين الاهلي وبيراميدز، بيراميدز والاهلي يوم الجمعه القادمه، مباراه هتبين وتحدد بطل الدوري، ممكن تحدد وتبين بطل الدوري المباراه دي، ومباراه الاهلي وبيراميدز يوم 22 اللي هي المباراه الثانيه. طيب خلينا نروح للمباراه الثالثه النهارده، وكانت مباراه فاركو والداخليه. نسيت اقول لكم صحيح على موضوع مايلي، النهارده طلعت اشاعه بعد الماتش ان فيستون مايلي لاعب المهاجم الكونغولي في بيراميدز عنده ثلاث انذارات، قال لك خد ثلاث انذارات والنهارده ما كانش مفروض يلعب. فسالنا ولقينا برضو المدير الاداري لنادي بيراميدز الكابتن احمد زاهر طلع الانذارات اللي خدها فيستون مايلي اهي قبل كده، ايوه اهو فيستون مايلي ما خدش انذارات، دي مباراه بيراميدز وطلاع الجيش اللي فاتت، المباراه اللي فاتت كان الناس قالت ان مايلي خد انذار في المباراه اللي فاتت وبالتالي عنده ثلاث انذارات. فلما احمد زاهر مدير الاداري الفريق بيراميدز طلع الانذارات اللي خدتها لعيبه بيراميدز الماتش اللي فات، دي ورقه بتاعت اختار عقوبات اللاعبين، الورقه دي بيستلمها الاداري من الحكم بعد الماتش. اهو بصوا الاتحاد المصري لكره القدم لجنه الحكام الرئيسيه اختار عقوبات اللاعبين، الماتش اللي فات لبيراميدز كان اللي خد انذارات احمد توفيق وجودوين شيكا بتاع طلاع الجيش مالناش دعوه بيه، ومحمد هاني بتاع طلاع الجيش، وكريم حافظ اللي هو لاعب بيراميدز. فيستون مايلي ما عندوش انذارات، وبالتالي فيستون مايلي كده عنده انذارين فقط ويحق ليه اللعب النهارده، والمباراه ما فيهاش اي مشكله لبيراميدز، وبيراميدز كسب الماتش وكسب ثلاث نقاط النهارده، وما فيش اي مشكله قانونيه بالنسبه لبيراميدز في مباراه النهارده. والكلام اللي اتقال على فيستون مايلي مش صحيح
الراجل عنده انذارين فقط وما خدش انذار في مباراه بيراميدز وطلائع الجيش الاخيره. طيب نروح لماتش فاركو والداخليه، برضو كانت مباراه مهمه جدا في صراع الهروب من شبح الهبوط. الداخليه في المركز الاخير 19 نقطه، ومبروك لفاركو الفوز النهارده وقوه موقف فاركو في البقاء في الدوري، رغم ان لسه نادي المقاولين العرب عنده ماتشين مؤجلين. يعني فاركو لعب 30 ماتش، المقاولين لعب 27، المقاولين عنده 20 نقطه وفاركو 29. فخلينا نشوف لسه طبعا الدوري، لكن الداخليه بعد الخساره النهارده اصبح الموقف صعب جدا. هات لي معلش تاني، ايوه ترتيب الفرقتين، فاركو كده 29 نقطه من 30 ماتش، والداخليه 19 نقطه من 30 ماتش. الداخليه ناقص له اربع ماتشات، حتى لو الداخليه كسب الاربع ماتشات هيبقى 32 نقطه. اعتقد هيبقى في صعوبه كبيره جدا لفاركو ان هو يكمل الدوري الممتاز. هارد لك للداخليه، هارد لك للداخليه، ومبروك لفاركو الفوز النهارده. ورغم ان انا الفتره اللي فاتت بصراحه يعني عجبني اداء كابتن عيد مرازيق ونادي الداخليه، وعجبني جدا كابتن احمد خطاب مدرب فاركو واصرار نادي فاركو على النتائج الايجابيه الفتره اللي فاتت، وعاملين شغل كويس جدا، فمبروك لفاركو وهارد لك لنادي الداخليه. هنطلع فاصل ونرجع نشوف بقى بعض الاخبار النهارده في الكوره كل يوم بعد الفاصل ان شاء الله. خلينا نروح للكابتن محمد فاروق، حكمنا طبعا الدولي الكبير السابق ورئيس نائب رئيس لجنه الحكام الحالي. كابتن محمد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم ازيك يا كابتن كريم؟ الله يخليك يا كابتن محمد يا حبيبي، وحشني كتير. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمد. وانت بصحه وسلامه يا حبيبي. الله يخليك. طبعا يعني كلنا قاعدين بقى مستنيين مباراه الاهلي وبيراميدز القادمه يوم الجمعه، وكنا عارفين طبعا المباراه دي هتقام بحكام اجانب. يعني عايز اعرف يعني انتوا كلجنه حكام مين ممكن الحكام اللي تكون مرشحه، او اتصالاتكم كانت مع مين لاحضار طاقم تحكيم اجنبي للمباراه القادمه؟ تواصلنا مع خمس دول، انجلترا وايطاليا وفرنسا والمانيا والبرتغال. ان شاء الله رد بكره ويكون موجود طاقم التحكيم ان شاء الله ونعلنه. طاقم تحكيم يعني بمواصفات معينه كابتن محمد؟ طبعا مباراه كبيره برضو، الاهلي وبيراميدز لازم يجي طبعا طاقم كبير. ايوه. يتناسب مع قيمه المباراه. ايوه. ايوه ان شاء الله نشوف طعمه كويس ان شاء الله. يعني بس هل احنا متاخرين على المراسلات مع الحكام؟ لا لا, لا لا لا، بكره ان شاء الله يكون عندنا الرد، المباراه يوم الجمعه والنهارده الاثنين. لا بكره ان شاء الله تبقى كل حاجه خلصت ان شاء الله. انا عرفت ان انتوا قبل كده بعتوا برضو خطابات يعني من فتره عشان برضو تأمنوا ان يبقى في اطقم، ان دلوقتي احنا اوروبا كلها اجازه، ما فيش غير لقاءات بطوله امم اوروبا بس اللي شغاله. لا كابتن كريم ان شاء الله واخدين بالنا ان شاء الله من كل نقطه، وان شاء الله يكون موجود طقم يدير المباراه ويتناسب مع اهميه الحدث الكبير ما بين فرقتين كبار في مصر. طيب كابتن محمد، الماتشين بتوع الاهلي وبيراميدز الاثنين طاقم تحكيم اجنبي صح؟ اه ان شاء الله. وفي ماتشات ثانيه هيبقى فيها حكام اجانب ولا هم دول بس؟ لا لغايه دلوقتي دول موجودين عندنا، ما فيش. وفي الاهلي والمصري، اعتقد الاهلي كان طلب برضه في ماتش المصري ان هو يبقى فيه حكام اجانب، لكن لسه ما رحناش المباراه، ما يعني خلينا في الماتشين دول ونشوف هل هيبقى في تاني في المصري ولا الدنيا هتمشي بحكم مصريين. تمام. طيب الفتره اللي فاتت احنا طبعا سمعنا التغييرات اللي حصلت في لجنه الحكام وانضمام كابتن عزب حجاج طبعا كحكم قبل كده كبير واداري طبعاً مميز طبعاً جدا. طبعا وسامعين كده ان في برضه بعض التعديلات خلال الفتره القادمه، وسامعين ان كابتن ابراهيم نور الدين هيكون موجود. هو الاول بس بالنسبه للشق الاولاني، هو لان في ناس بدات تقول شالوا ناس، لا هي القصه طبعا الناس اللي هي الدوري بتاعها خلص. دول ادوا اداء كويس جدا، كابتن احمد الجرحي وكابتن احمد ساهر وكابتن سعيد عبد الغفار. فبالتالي هم الدوري خلص، فهيبقى في تشكيل جديد اكيد مع بدايه الموسم. وان شاء الله ابراهيم نور الدين يكون موجود خلال الفتره القادمه برضه ان شاء الله. المنصب ايه بالنسبه لكابتن ابراهيم نور الدين؟ لسه ما تحددش بصوره نهائيه برضه عشان كلمه بمنتهى الامانه يعني. فخلينا مع قرار اتحاد الكوره. تمام. بالنسبه للقائمه الدوليه برضه سامع ان بدا يعني داخل لجنه الحكام تعدوا للقائمه الدوليه للحكام. مش القائمة بس، احنا بنعد القائمة الدولية وبدأنا نعد برضو المعسكرات، يمكن الدكتور عزب بدأ يتحرك برضو يعني قمة النشاط. أيوة.
ما كملش اكتر من 3 4 ايام لكن بدا يتحرك في هذا النهج. فان شاء الله بنظبط المعسكرات بتاع الحكام والقائمه الدوليه، وعندنا 3 معسكرات من الاتحاد الدولي، هيكون معسكر البنات ومعسكر المحاضرين ومعد اللياقه البدنيه بالاضافه لمعسكر الفار، دول جايين من القائمه الدوليه، هيكونوا ان شاء الله من 1/8 لغايه 15/8 ان شاء الله. والله احنا يعني عايزين ان شاء الله التوفيق لحكامنا خلال الفتره القادمه، الفتره اللي جايه حساسه شويه في بطوله الدوري في يعني الاسابيع الاخيره بقى، فان شاء الله يكون الامور مميزه وحكامنا يأدوا بشكل مميز بدون اي مشاكل خلال الفتره القادمه ان شاء الله. لا اكيد طبعا يا كابتن، فتره مهمه جدا، وانا لسه يمكن قايل من شويه برضو، قلت احنا بندافع عن حكامنا وحكامنا خط احمر وهم احسن حكام وكل ده كله احنا بنقوله، لكن في نفس التوقيت برضو الانديه بالنسبه لنا برضو خط احمر، لان كلنا منظومه واحده. الحكم الجيد هتلاقيه موجود في الماتشات، الحكم اللي هيفرط في حقوقه ويهمل ويبقى عنده اهمال ويكون عنده قرارات مؤثره في نتيجه مباراه، ده مش هيكون معانا موجود لنهايه الموسم. هندور الحكام اللي هي تدير المسابقه بشكل كويس جدا، لان في الاول وفي الاخر احنا عايزين الدوري العام ينجح، لان ده الدوري المصري اللي بيفرزنا في الاخر لعيبه بتروح المنتخب، وده هدفنا في الاول وفي الاخر منتخب مصر ان شاء الله. بشكرك كابتن محمد، شكرا لك، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك وان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. طيب خليني اقول لكم بس بسرعه كده بعض العناوين الاخبار. عايز اقول لكم رضا سليم لاعب الاهلي، اللاعب المغربي جاله عرض برضه اعاره من نادي الرجاء المغربي، نادي الرجاء عايز يتعاقد مع رضا سليم اعاره للموسم القادم. وبرضه كنت قلت لكم امبارح خبر برضه ان كريستو محمد الضاوي جاي له برضه عرض اعاره من نادي الرجاء، ويمكن كريستو اعتقد ان خلاص يعني اقترب بشكل كبير جدا من انضمام لنادي الرجاء في الموسم القادم، وفي عرض جديد من الرجاء لرضا سليم والنادي الاهلي هيبحثه خلال الفتره القادمه. احمد نبيل كوكا برضه لاعب الاهلي بينتظر عرض فرنسي بعد انتهاء الاولمبياد او بعد العوده من الاولمبياد. الزمالك في لعيب اسمه حميدو عبد الفتاو، حميدو عبد الفتاو ده لاعب بيلعب في نادي ميدياما الغاني ومنتخب غانا ومعروض على الزمالك، بيلعب ناحيه الشمال، اسمه حميدو عبد الفتاو. مستر جوميز كمان مدرب الزمالك طلب ابرام عقد لمحمد السيد لاعب الفريق الصاعد، لاعب فريق الشباب محمد السيد. مستر جوميز اتفرج عليه طبعا الفتره اللي فاتت مع الزمالك في الماتشات وفي التدريبات، فمقتنع بيه جدا وطلب من اداره نادي الزمالك ان هم يعملوا عقد لمحمد السيد لاعب الشاب في نادي الزمالك. الزمالك كمان كان يعني وقع مع محمد شعبان حارس طلاع الجيش من فتره، ولكن الزمالك اللي انا عرفته يعني من داخل النادي انه تراجع عن التعاقد مع محمد شعبان حارس مرمى فريق طلائع الجيش. رئاسة مجلس الوزراء بتوافق على طلب رابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات، بدل من الساعة 4 تبقى 5:30 والساعة 9 بدل من 7، وأنا كنت قلت لكم الخبر ده امبارح. الناس سألت قالت لك طب يعني رئاسة الوزراء أو مجلس الوزراء وافقوا على تعديل الماتشات، طب ليه مباراة فاركو والداخلية اتلعبت النهاردة الساعة 4؟ عشان مباراة فاركو والداخلية من الأسبوع ال 30، وكان في ماتشات اليومين ثلاثة اللي فاتوا في الأسبوع ال 30 اتلعبت الساعة 4، فتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فقال لك ماتش فاركو والداخلية هيتلعب برضو الساعة 4 بداية بقى من الماتشات القادمة. خلاص الماتشات مفيش ماتشات هتبقى الساعة 4، الماتشات هتبقى 5:30 و9 الماتشات اللي جاية المتبقية في الدوري. اتحاد الكورة هيعلن قائمة الدولية للحكام الجديدة في شهر سبتمبر. اتحاد الكرة بيتواصل مع رابطة الأندية لمناقشة إطلاق اسم أحمد رفعت على الدوري، يعني سموا الدوري دوري أحمد رفعت. المنتخب الأولمبي بيواصل تدريباته استعدادا للأولمبياد بعد انضمام طبعا النني وزيزو، وطبعا المنتخب بيستعد لمباراتين وديتين. المنتخب هيسافر فرنسا إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي بعد بكرة، المنتخب الأولمبي هيسافر فرنسا، هيروح على مدينة بوردو الفرنسية عشان يلعب ماتشين وديين مع أوكرانيا والعراق يوم 14 و17 يوليو، عندنا ماتشين وديين مع اوكرانيا يوم 14 ومع العراق يوم 17 استعدادا للقاءات او ماتشات الرسميه لمنتخب مصر في اولمبياد باريس 2024. هنلعب الماتشين دول في بوردو وبعدين هننتقل الى مدينه نانت عشان نلعب ماتشاتنا بقى مع الدومينيكان واوزبكستان واسبانيا. المنتخب الاولمبي يا رب ان شاء الله نتمنى له التوفيق خلال الفتره القادمه. شركه تذكرتي اعلنت فتح باب الحجز لتذاكر مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله، وبرده تم طرح تذاكر مباراه طلائع الجيش والزمالك،
ومباراه البنك الاهلي وسموحه المؤجله من الاسبوع 29. خليني هتقول يا جماعه كده مواعيد اللقاءات القادمه في بطوله الدوري عشان برضو المشاهدين يبقوا عارفين الماتشات اللي جايه في الدوري هتكون امتى. عندنا ماتشات هتبدا يوم الخميس ان شاء الله، الماتشات القادمه اهو يوم 11 يوليو مباراه طلائع الجيش والزمالك، لا يوم الخميس اللي جاي. يوم الجمعه مباراه الاهلي وبيراميدز، لا يوم 12. دول المباراتين المؤجلتين اللي هيتلعبوا ان شاء الله، مباراه مؤجله للزمالك مع طلائع الجيش يوم الخميس، وبعدين مباراه الاهلي المؤجله مع بيراميدز، وزي ما قلت لكم مباراه حاسمه يعني بشكل كبير جدا. الزمالك النهارده كان راحه بعد الفوز على الاسماعيلي امبارح. الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اعلن عن حصول الزمالك على الرخصه الافريقيه، يعني خلاص زي ما حكينا كده الاسبوع اللي فات ازاي الزمالك الحمد لله حل مشكله الرخصه الافريقيه والمشاركه في الكونفدراليه الموسم القادم. وقال كمان ان كان في تعاون كبير مع خالد بوطيب، خالد بوطيب يعني وافق على عرض نادي الزمالك انه ياخد مليون دولار ويتم تقسيط المليون و200 الف دولار على 6 شهور، والزمالك حول الفلوس بتاعته من الكاف الى خالد بوطيب حوالي مليون دولار. جوميز بيطالب اداره الزمالك بتدعيم الفريق بثمان صفقات في الموسم القادم. كابتن ايهاب جلال برضه مدرب الاسماعيلي ادى لعيبه الاسماعيلي راحه 48 ساعه بعد الخساره من الزمالك. مجلس اداره نادي المقاولين العرب اعلن عن تعيين كابتن هبه رزق مديرا فنيا للفريق الاول للكره النسائيه في نادي المقاولين. كل الانديه خلاص بتعمل فريق كره نسائيه عشان دي بتبقى حاجه يعني ضروريه دلوقتي وشرط مهم جدا للحصول على رخصه الانديه المحترفه، لازم يبقى عندك فريق كره نسائيه. المصري، نادي المصري بصراحه بحيي اداره النادي المصري الاستاذ كامل ابو علي طبعا واداره النادي المصري، خلصوا كل المشاكل الماليه المتعلقه بالفريق. يعني كان في اللي هو اللاعب رامي البدوي ده اللاعب التونسي كان برضو عمل شكوى على النادي الاسماعيلي وكان على النادي المصري سوري، والنادي المصري كان القيد اتوقف. المستر كامل ابو علي خلص كل المشاكل دي وبدا في ملف تجديد نجوم الفريق في الفتره القادمه. في بعض اللعيبه عقودها هتخلص وبدا يجدد العقود، زي مثلا ما جدد عقد كريم العراقي 3 سنين وجدد عقد فخر الدين بن يوسف، وبيحاول كمان يعمل صفقات للموسم القادم. كمان بحيي بصراحه الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عامل اداء رائع الفتره اللي فاتت واداء ثابت للنادي المصري والنتائج ايجابيه خلت النادي المصري في المركز الثالث منفردا في بطوله الدوري. المصري عنده دلوقتي 51 نقطه بفارق حوالي يعني 7 نقاط عن المركز الرابع اللي هو فريق مودرن سبورت. فبرافو النادي المصري السنه دي، برافو علي ماهر والجهاز الفني طبعا، كابتن محمد عبد الكريم، كابتن امين عمر النور، كابتن مصطفى فتحي المدرب حراس المرمى، جهاز فني رائع ونتائج مميزه جدا واستقرار للنادي المصري. واكيد الاستقرار ده كمان جاي من اداره النادي المصري. مستر كامل ابو علي زي ما بسال لعيبه المصري موفر كل شيء للعيبه والجهاز ويعني بيساندهم بشكل كبير جدا. النادي المصري من الانديه المستقره، الانديه الهاديه، الانديه اللي عندها امكانيات في الفتره الحاليه. فاكرين المدرب التونسي نصر الدين نابي اللي كان جه هنا شويه مسك النادي الاسماعيلي، اعلن النهارده التعاقد مع فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي. نصر الدين النابي مدرب التونسي مسك فريق كايزر تشيفز في دوري جنوب افريقي. عندنا كمان كابتن ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه النهارده قال لي يعني اللي احنا البعثه بتاعتنا دي تعتبر اكبر بعثه في تاريخ مصر في الاولمبياد، 149 لاعب. وقال كمان ان هيتم اللي هيشيل علم مصر في حفل الافتتاح في الاولمبياد كانوا طبعا يتمنوا ان يكون محمد صلاح، لو كان محمد صلاح جه لعب مع المنتخب الاولمبي، لكن طبعا نظرا لغياب محمد صلاح فاللي هيشيل علم مصر في حفل الافتتاح في طابور العرض في الاولمبياد هيكون ساره سمير لاعبه رفع الاثقال، واحمد الجندي بطل العالم في الخماسي الحديث. دي ساره سمير طبعا بطلتنا وبطله العالم في رفع الاثقال، واحمد الجندي بطل العالم في الخماسي الحديث. اتنين بصراحه من العناصر المشرفه جدا والابطال عالم، او احمد الجندي اول عالم، ساره سمير اول عالم. فدول الاثنين اللي هيشيلوا علم مصر ان شاء الله في حفل الافتتاح في اولمبياد باريس 2024. عندنا في تصنيف الاسكواش على مستوى العالم
علي فرج في المركز الأول ومصطفى عسل في المركز الثالث. على مستوى السيدات عندنا نور الشربيني في المركز الأول، وعندنا كمان نوران جوهر في المركز الثاني، وعندنا هانيا الحمامي في المركز الثالث، وعندنا نور الطيب في المركز الرابع. يعني أول أربع بنات مصريات زي ما أنتم شايفين أهو، نور الشربيني، نوران جوهر، هانيا الحمامي، ونور الطيب، أربع مصريات على صدارة التصنيف العالمي للسكواش. وعندنا التاسع والعاشر كمان أهو. وريني كده عشان الصورة بعيدة مش شايف، هات لي على الشاشة دي عشان أشوف أقول الأسماء. عندنا روان العربي مركز تاسع، وعندنا في المركز ال 12 سلمى هاني، والمركز ال 13 أمينة عرفي، والمركز ال 16 فريدة محمد، والمركز ال 17 فيروز عبد الآ عبد أبو الخير، فيروز أبو الخير، وال 18 ندى عباس. ما شاء الله، يعني بناتنا في الإسكواش وولادنا أبطال عالم. بكرة إن شاء الله مباراة الدور قبل النهائي لأمم أوروبا اليورو، بكرة إسبانيا مع فرنسا، مباراة تقيلة. تتوقع مين؟ ماتش صعب جدا، لكن البطولة اللي تابع بطولة أوروبا إسبانيا مستواها أفضل من فرنسا، ولكن ماتشات الدور قبل النهائي والسيمي فاينال والفاينال والكلام ده لمدرب منتخب غينيا بيساو. اختصنا كده بفيديو وحوار لبرنامجنا كرة كل يوم. انتوا عارفين غينيا بيساو معانا في مجموعتنا في تصفيات كاس العالم، مدرب لويس مورتي، لويس بورتي، ده اول ظهور بعد ما تولى تدريب منتخب غينيا بيساو، المنتخب اللي معانا في مجموعتنا، كنا تعادلنا معاه في اخر مباراة في غينيا بيساو. فخلينا نشوف مدرب غينيا بيساو لويس مورتي، وبعدين نستقبل نجومنا النهاردة احمد جعفر وعمر الحلواني بعد الفاصل ان شاء الله. أهلا بكم جميعا في قناة الحياة وبرنامج كرة كل يوم. بالحديث عن غينيا بيساو، المباراة التي واجهنا فيها مصر، هذا الفريق الذي تعرفونه جيدا، استطعنا أن نتعادل بهدف لكل فريق، لأنني أعرف أن المباراة كانت ستكون صعبة لكلا الفريقين، لأن مصر لديها لاعبين جيدين. مصر استحوذت وكانت مباراة صعبة على مصر. نحن سجلنا ثم استقبلنا هدف وكان تعادلا عادلا. أننا نعرف أن مصر فريق جيد جدا، والكل كان يتوقع أن يفعل صلاح شيئا، وبالفعل سجل هدفا، والكل يبحث عن صلاح، ولكن هناك لاعبين جيدين جدا في المنتخب المصري مثل تريزيجيه. المباراة المقبلة أمام مصر ستكون في نهاية جولات التصفيات، ونتمنى أن تكون قد حسم الأمر وأن نكون نحن تأهلنا. مصر هي التي تتصدر، نحن سنسعى خلفها وسنستمر. أعتقد أن محمد صلاح لاعب جيد جدا، كان يلعب في بداياته في إنجلترا لما تسر الأمور بالشكل الطيب، ولكنه عندما عاد فعل أشياء رائعة من أجل ليفربول. كان لدي الفرصة أن أعمل في مصر في وقت ما، ولكن ربما سيأتي ذلك اليوم. أنا لا أحدد نادي بعينه، ولكن أنا إذا أتيحت لي فرصة العمل في مصر سأعمل في مصر بالتأكيد، وأنا أتابع كرة القدم المصرية كلما أتيح لي ذلك، لأنني أحب أن أتعرف على كرة القدم في مختلف أنحاء العالم وفي أماكن مختلفة من العالم. أنا سأحاول أن أتابع كرة القدم المصرية بشكل أكثر قربا، خاصة وأنني أعرف أن الدوري المصري دوري قوي، وربما في يوم ما سأكون في مصر، وأتمنى أن أراكم قريبا في مصر. شكرا جزيلا.
خلينا نرحب بنجومنا النهارده في كوره كل يوم، كابتن احمد جعفر وكابتن عمرو الحلواني. ازيك يا كابتن جعفر؟ حبيبي يا كابتن كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله طبعا، تحياتي لعمرو طبعا، وبعزي انفسنا في احمد رفعت طبعا، كان اخ وصديق وعزيز علينا جميعا، من الناس القريبه جدا من قلبي طبعا. انا لعبت معاه في انبي ولعبت معاه في الزمالك، بعزي انفسنا فيه وبعزي اهله طبعا، وربنا يرحمه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. وعمرو برضو، عمرو الحلواني، انت لعبت مع، برحب بيك طبعا، ولعبت مع احمد رفعت ويعني فتره كبيره كمان. حبيبي يا كابتن كريم، طبعا البقاري لله في احمد رفعت واهله ومامته والعيله. طبعا احمد رفعت لعب معايا اكتر من 6 سنين، يعني من 2010 لغايه 2016، وبعد كده راح نادي الزمالك، وبعد كده رجع تاني في 2019 مع كابتن علي ماهر، لعب 6 شهور. كانت انبي بتمر بظروف صعبه جدا، كنا بننافس على الهبوط بصراحه. الله يرحمه احمد جه عمل 6 شهور على اعلى مستوى، ساعد الفرقه اللي تقعد في الدوري، لعيب يعني كان، يعني الله يرحمه، كان لعيب مميز جدا، لعيب عنده شخصيه، لعيب في حاله، ما بيحبش المشاكل. احنا لعبنا مع بعض كتير جدا بصراحه. يعني عايز اقول لك الكابتن كريم، يعني مصر فقدت ولد مؤدب، كان لعيب كبير طبعا، الله يرحمه طبعا. تواصلتش معايا عمرو انت وجعفر الفتره بعد ما يعني ما وقع في ماتش الاتحاد، والحمد لله استرد صحته شويه ووعيه شويه تواصلت معاه مره واحده بس. بس هو ما كانش لسه في احسن حالاته يعني، ويعني كنا بنتكلم اللي هو ان شاء الله بيبقى كويس، هنقابله او هروح له او يجي لنا. بس هي كانت مره واحده بس مكالمه، وما حصلش نصيب. كان الفتره الجايه كان ان شاء الله كان ممكن نتقابل او يعني نقعد مع بعض ونتكلم. فاجئت من طبعا طبعا. يعني احمد ده كان من الناس اللي كان كل الناس بتحبه والله كابتن كريم. كل الناس في النادي كان من اكبر واحد لاصغر واحد، كل الناس كانت بتحبه جدا. في حاله كده كان بيجي التمرين بيتمرن في حاله، ما بيعملش مشكله، بيخلص التمرين بتاعه وبيمشي. لعيب بروفيشنال، لعيب يعني كان من الناس اللي هي كانت بصراحه يعني كنت تحس اللي هو اخوك. أيوة. اخوك الصغير الله يرحمه. يعني انا الواحد زعلان جدا والله، الواحد حزين لما سمعت الخبر. حتى انا كنت حزين من اول مره لما احمد رفعت وقع في ماتش الاتحاد، انا كنت يعني زعلان قوي. والحمد لله لما خف اول مره، انا بقيت من يعني والله العظيم كنت من اسعد الناس، عشان عارف احمد رفعت كويس جدا، وعارف اللي هو قد ايه يعني حساس قوي، وقد ايه بيمر بظروف ما كانتش احسن حاجه. فيعني الله يرحمه، وان شاء الله في حته احسن من هنا، وكلنا ان شاء الله ندعي له واي حاجه طبعا الاسره، واي حاجه طبعا يعني قريبين منه نعملها له يعني طبعا، يعني في اي وقت يعني ان شاء الله. طيب خليني بقى يعني هخش معاكم النهارده في الدوري، وشايفين طبعا كل الانديه اليومين ثلاثه اللي فاتوا طبعا بعد وفاه احمد، يعني الكل طبعا بيعزي اجواء حزينه على الدوري، اجواء حزينه. حتى واحنا بنتكلم في البرنامج دايما وفي المدرجات في الماتشات، في حزن يعني في الوسط الرياضي بسبب يعني طبعا وفاه احمد رفعت. طيب خلينا نتكلم في الدوري النهارده. بيراميدز بيكسب 4-0 الاتحاد السكندري يا جعفر وعمر الحلواني، وبيحقق الفوز رقم 14 على التوالي. والاهلي بيكسب طلائع الجيش، وبتستمر المطارده، وخلاص يمكن في صدام بقى مباشر ما بين الفرقتين يوم الجمعه الجايه. فاكرين احنا دايما طبعا كل اسبوع بنتكلم طبعا على القصه دي. عمرو حلواني يقول لك الدرع في الجزيره ان شاء الله، احمد جعفر يقول لك الدرع في بيراميدز في الدفاع الجوي، صح؟ صح. لسه متمسكين برايكم كل واحد ولا ايه؟ يعني انا متمسك 100%. 100% طبعا. بيراميدز كسبان 14 ماتش على التوالي، الاهلي كسبان 12 ماتش على التوالي، الاهلي كسبان 12 دلوقتي 12 ماتش على التوالي. وانا جاي مذاكر يا كابتن كريم، ما تقلقش. 12 ماتش على التوالي، المعلومه دي مش عندي. هو 12 ماتش على التوالي، ما لازم يكسب 12 ماتش على التوالي. هو الاهلي لما يلعب الداخليه في اسبوع في اسبوع ماتشين، ويلعب الجيش في اسبوع ماتشين، ويلعب فاركو في اسبوع ماتشين. المشكله ما بيراميدز لعب برضه نفس الماتشات. لا ما لعبش بالترتيب ده، لا يعني لعب فاركو ولعب الداخليه. لا لعبهم ازاي بالترتيب؟ انا بقى هنا هختلف، معلش. في فرق بين ان انت بتلعبهم بالترتيب، مش قصدي يعني لعب برضه فاركو وكسبها، ولعب الداخليه وكسبها، يا باشا ما يلعبهم مش مرتين ورا بعض في اسبوع. هو انت اقول حاجه، انت اصلا سيبك من الاهلي، معلش مع احترام النادي الاهلي طبعا والناس كلها، يعني إيه انت اصلا بتنزل فرق بالماتشات دي؟ انت كان بتتحكم في الداخليه، انت بتنزله لما بتيجي تلعب الاهلي يا حلواني بينافس على الدوري. لعب اهلي وزمالك 4 ماتشات، 4 ماتشات اسبوعين. انت بتتحكم في كيان نادي، عشان انت كده بتنزل، انت بتنزله رسمي. يعني لو نادي لا لو نادي بينافس على الهبوط يا حلواني، لو نادي بينافس على الهبوط هينزل. يعني الفرق الثانيه يا عمرو
محدش بيلعب كده. هو انت لما يبقى فاضل لك اربع ماتشات كفرقه وبتنزل درجه ثانيه وبتلعب الاهلي والزمالك، مش نفس الظروف اللي الفرق كلها بتبقى. انت نزلت يا كابتن كريم، كابتن كريم، ما هو الماتشات بتاعت الاهلي والزمالك او بيراميدز هي محطوطه كده، الجدول محطوط كده، فهو بيلعب. لا لا لا، النادي الاهلي مش هو اللي حاطط الجدول يا كابتن. لا احنا مش بنتكلم على الاهلي، احنا مش بنتكلم على الاهلي. حلو جدا، هو مفيش بنتكلم على المنظومه، ان تبقى عندك فرقه زي الفاركو زي الداخليه زي طلائع الجيش يلاعب الاهلي والزمالك اربع ماتشات. يعني طلائع الجيش هيلعب مع الزمالك الماتش الجاي، ولاعب الاهلي ماتشين، فاركو لعب مع الاهلي والزمالك اربع ماتشات ورا بعض. بقول لك ايه، لو فرقه بتنزل درجه ثانيه انت نزلت، انت نزلت، فاهم الفكره؟ انا فاهم طبعا، انا فاهم، ما لهاش علاقه بالاهلي خالص. بتكلم على ان انا الفرق كلها ما بتتعرضش لنفس الظروف، مفيش تكافؤ فرص. زي ما قال جعفر، في فرق اتاثرت لما لاعب الاهلي، لاعب الاهلي 6 بونت رايحين مني، منزل 6 بونت، ما 6 بونت خلاص انا خسرت، انا نزلت رسم. صح ولا ايه رايك؟ صح كابتن، مفيش مشكله، بس انا بتكلم دلوقتي على النادي الاهلي. أيوه. الاهلي مش فارقه معاه مين، انا مش دعوه الاهلي، بتكلم على تمام. هو ممكن بقى ده تنظيم بقى، تنظيم الكوره بقى، بس انا بتكلم على دلوقتي على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش فارقه معاه هيلاعب مين. ايوه طبعا، عايز يكسب، معاه عايز يكسب. ايوه عايز يكسب. 12 ماتش على التوالي كسبان، هي دي بقى، هي دي بقى، هي دي النقطه بقى، وفي فرق اربع، دي النقطه حلواني اللي انا بقول لك عليها، ان الاهلي مش فارق معاه بيلاعب مين، ولازم ايه يكسب عشان بيلعب على الدوري. فانت لما تيجي فرقه برضه بتنافس على الهبوط، ما هي عايزه تكسب، فهي بتلاعب الاهلي. ماشي. لو بتلاعب، لو الداخليه بتلاعب ايه مثلا، ماتش متكافئ. لكن لما هتيجي الداخليه بتلاعب الاهلي، والاهلي بيلعب على الهبوط، والاهلي بيلعب على الدوري، والداخليه بتلاعب على الهبوط. جعفر جعفر، ما كده كده الداخليه تلعب الاهلي، كده كده الداخليه تلعب بيراميدز، كده كده في فرق حيوان ان انا بلاعبه، في فرق بين ان انا بلاعبه دور اول وثاني في معادي، وفي فرق بين ان انا بلاعبه في اسبوع واحد ماتشين. يا جماعه ايه المشكله؟ ما هي الجدول محطوط كده، ايه المشكله؟ ما انت برضه جدول ده، لو جدول انت عايز وربنا، لو واحد، لو واحد لا مؤاخذه لابس نظاره وحاطط على عينيه مناديل وبيعمل جدول، ما هيعمله كده. احكي لك انا موقف بس، احنا في 2019 جدول ايه مع كابتن علي ماهر، كان حصل نفس الظروف، وكنا برضو بننافس في انبي، كان السيزون ما كانش احسن حاجه، وكنا بننافس على الهبوط، وبرضو كان عندنا ماتشات اهلي وزمالك وبيراميدز، ماتشات صعبه جدا والجدول محطوط. كنا بنقول حتى في اوضه اللبس، عايز تقعد في الدوري اكسب. هي برضو عايز دي حاجه ثانيه. انا معاك يا كابتن، احنا اللي انت بتلاعب فرقتين، المفروض تلعب ماتش في الدور الاول وبعدين ماتش في الدور الثاني بفتره. ما هو ده بقى كابتن ترتيبات بقى الدوري بقى من اوله. لا مش من اوله، الفتره الاخيره هي حاجه كده متحضره، يعني الانديه مالهاش علاقه. عارف الحلواني تنظيم المسابقه، عارف الجدول اللي عامل زي ايه؟ زي من سنتين ثلاثه لو تفتكر يا كابتن كريم، كانوا بيرحلوا ماتش اهلي والزمالك لاخر الدوري عشان يكونوا الدوري اتحسم سواء للاهلي او للزمالك. فدي كارثه، هي دي مش رياضه اصلا. ده ريال مدريد وبرشلونه بيلعبوا بعض اول ماتش. ماشي يا جعفر، ماشي. الاهلي كسبان 12 ماتش على التوالي، وبيراميدز 14، وناقص اربع ماتشات وناقص مواجهتين جايين الاهلي مع بيراميدز، اربع ماتشات للنادي الاهلي لسه. والفرق بين بيراميدز والاهلي 11 نقطه، وان شاء الله الاهلي يوم الجمعه هيلعب بيراميدز اللي هو يعتبر زي الديربي كده. أيوة. عنده ماتشين مع بيراميدز، فانا شايف ان شاء الله الكفه بتاعت النادي الاهلي، النادي الاهلي باين اللي هو مركز قوي، باين اللي هو عارف هو عايز ايه، هيلاعب مين مش هيلاعب مين، محطوط في الموضوع ده اكتر من سنين كتيره. انا شايف كمان النادي الاهلي كابتن كريم لما بيلعب تحت ضغط بيأدي. أيوة. لما يبقى اللعيبه نازله عارف لا لازم تكسب الماتش ده هتكسب الماتش ده. فباين قوي لكل الماتشات اللعيبه مركزه اخر 12 ماتش، وان شاء الله الماتش الاخير بتاع الاهلي وبيراميدز الديربي ان شاء الله الاهلي مركز هيكسب واحد واثنين ان شاء الله. طيب الله. انا مش هخلي جعفر يرد دلوقتي، يرد بعد الفاصل. ماشي ماشي، هنطلع فاصل وترجع تقول انت. يعني خلي بالك انا ملاحظ حاجه اليومين اللي فاتوا دول، الزملكاويه كلهم بيشجعوا بيراميدز. لا ماشي يا كابتن. ايوه لا انا بقول لك ان والله العظيم، والله العظيم ما تشجيع بيراميدز. بس انا بتكلم كوره. ماشي طب انا بتكلم كوره. انا بقول لك انا عندي اصحابي زملكاويه قبل حد يقول حط البيراميدز. ثواني بس، ثواني بلا كوره، انت هتقول والله بتكلم كوره. حط البيراميدز الداخليه وفاركو هياخد الدوري، حط له اربع ست ماتشات، كان ثمان ماتشات. ما هو بيراميدز ما هو بيراميدز كده كده هيلاعب فاركو وهيلاعب الداخليه وهيلاعب الاهلي وهيلاعب الزمالك، كلها ماتشات كده كده هتلاعب، هتتلاعب يا كابتن كريم. يعني كده كده هتلاعب الماتشات دلوقتي. اه والله الترتيب ده هو مش بالترتيب، يا كابتن برضه ماتشين ورا بعض. بقول لك ايه، يعني انت مش بتاعت النادي الاهلي، بيراميدز ما لعبتوش الدوري، مش بتاعت النادي، هو اي حد هيتحط قدام النادي هيكسبه ان شاء الله. طب اطلع فاصل بس عشان نلحق نرجع بعد الفاصل شوف القصه دي. بس يعني هفض الاشتباك بين، لا مفيش اشتباك ولا حاجه، هو الموضوع بين سهل. الموضوع سهل وبسيط يا كابتن كريم. جعفر مش مقتنع، خلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله. لا صح، والله العظيم لو بعد الفصل لو واحد اهلاوي نفسه ما هيقتنع بالجدول بتاع الاهلي ده. برضه انت دخلتنا برضه في جدول، هنتكلم في ماتشات دلوقتي بعد الفصل. جدول جدول نكمل. طب الخناقه دي في الفاصل، نطلع فاصل وبعدين نكمل. ماشي. رد يا جعفر. رد عليا الكلام اللي انت قلته في الفصل.
على فكره الاثنين مسكوا في بعض في الفصل بس انا حشت انا حشت جعفر بس جامد شويه ده الحلواني اخويا خد بالك الحلواني من بلد جامد اخوات يعني اخوات انتوا من بلد واحده؟ اه طبعا اخوات هو كابتن اخوات يعني اخوات هو بلد واحده اخوات انا وهو طبعا الباجور باجور وعمرو برضه؟ والله؟ طبعا عشان كده خناقاتنا كتير لا 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 قول لي بقى يعني بيراميدز شايفه ازاي عمرو قال الاهلي مركز الاهلي لا بيراميدز ياخد ماتش بماتشه لا لو 12 مكسب ورا بعض شايف بيراميدز ازاي لا بيراميدز مركز جدا والماتشات والنهارده بيعمل نتيجه كبيره جدا على فريق كبير زي الاتحاد انت عارف النهارده كان ممكن يكسب 6 7 وماتش وفي الاتحاد وفي اسكندريه في ملعب الاتحاد فده ماتش كبير جدا ويكسب 4 لا انا شايف ان بيراميدز بقاله من ساعه ما كنا بنتكلم من كام شهر ان بيراميدز ماشي بشكل كويس جدا الفرقه بتأدي اداء مميز جدا بتكسب نتائجها دايما مستريحه يعني دايما مش هتلاقي بيراميدز ماسك كسب يعني ممكن النتيجه كانت صعبه تقريبا بتاعه سيراميكا 2-1 بس كان معظم بتاعه البنك الاهلي 3-2 3-2 يعني معظم كان البنك الاهلي ساعتها اقرب انه يكسب بيراميدز رغم ان بيراميدز كسب البنك الاهلي وهو ناقص واحد لو تفتكر انا فاكر بيراميدز نتائجه كلها كبيره ما شاء الله سكورات يعني 2-0 3-0 3-1 4-0 النهارده فبيراميدز ماشي بشكل كويس جدا ومركز على الهدف اللي هو عايزه انا بشوف ان والمدرب بتاع بيراميدز هايل يا كابتن كريم يروتيتش بقى يعرف يكسب ويحافظ على الماتش ويعرف يخرج طيب الماتش ازاي طيب هنشوف بيراميدز بالشكل ده يعني بيراميدز كسبان 14 ماتش لكن لما يجي يلعب ضد الاهلي هنشوفه بنفس القوه دي ولا الامور هتختلف لا اعتقد ليه ما نفس القوه طبعا طبعا فريق ماشي بالمستويات دي و14 ماتش لازم يبقى قوي الا لو مش هيبقى قوي كابتن كريم مش هيوصل ل 14 ماتش مكسب وما شاء الله كل الفرق يعني كل الفرق ممكن باستثناء الزمالك بس لسه ما لعبش الزمالك بس لا كفريق دوري لمين السنه دي كل حلقه حاسس ما انا قلت لك من فتره بيراميدز بيراميدز ما انا قلت لك من فتره بيراميدز ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله الاهلي واكيد الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز هيبين اكيد لا اكيد نادي بيراميدز عامل حساب لبطل افريقيا النادي الاهلي نادي كبير وهو اللي واخد الدوري اكتر نادي في الدوري المصري واخد الدوري وافريقيا فالنادي الاهلي براند يا كابتن كريم ده المفروض اللي بيراميدز عامل حساب النادي الاهلي كبير جدا النادي الاهلي كده كده كل ماتش بيبقى مركز كل ماتش بيبقى عارف اللي هو عايز ياخد 3 نقط ماتش الاهلي وبيراميدز ماتش كبير جدا وماتش يعتبر زي ديربي السنه دي بس هو النادي الاهلي فارق مع المكسب بغض النظر الاسم طبعا بيراميدز عامل سيزون استثنائي وعامل عنده لعيبه وسكوات جامد جدا بس النادي الاهلي يا كابتن طول الوقت بيلعب على البطوله وطول الوقت شايف هو يبقى رقم واحد فانا شايف ان هو هيبقى طيب. ماتش جامد جدا النهارده كولر طلع بتصريح غريب شويه بعد الماتش وانتقد ارضيه استاد القاهره وانا يمكن يعني موجود على طول في استاد القاهره وبشوف الارضيه الارض حلوه جدا يعتبر من احلى الملاعب في مصر بص يا كابتن ممكن يكون الفتره اللي فاتت عشان كل 3 ايام ماتش فزد بيلعب فيها على استاد القاهره الاهلي بيلعب استاد القاهره الزمالك بيلعب استاد القاهره البنك الاهلي فيوتشر البنك الاهلي وفيوتشر بس لا انت بتتكلم كابتن انا بشوف الاستاد انت بتتكلم ممكن في 20 يوم اكتر من 7 8 10 ماتشات فاكيد ومفيش صيانه ما هو شافه ما بياخدش راحه ما هو شافه قبل الماتش ده اشمعنى بقى الماتش اللي شافه لا مش قصدي يعني خلي بالك هو لاعب بيراميدز في استاد القاهره الماتش انا قصدي يا كابتن انت في 5 6 فرق بيلعبوا كل 3 ايام ماتش يعتبر ممكن مفيش الاستاد حالته الارضيه حلوه جدا ما انا عارف بس ممكن الاستاد ما بياخدش الاستشفاء بتاعته ما بياخدش اللي هي فتره راحه بتاعته فطبيعي ممكن يكون النهارده الماتش الاستاد مش في احسن حالاته الارضيه مش احسن حالاتها فاكيد لو خد راحه 3 4 ايام الملعب ماتش الاهلي وبيراميدز قول لي نتيجه دلوقتي يا جعفر عشان الاسبوع الجاي نشوف توقعات مين الصح تعادل تعادل عمرو 2-1 للنادي الاهلي ان شاء الله 2-1 للاهلي ان شاء الله باذن الله اسبانيا وفرنسا مين يكسب بكره ده ماتش صعب بسرعه بس الوقت خلص ماتش كبير قوي يا كابتن كريم يعني انا شايف ان اسبانيا عامله بطوله أسبانيا. استثنائيه فهتكسب جعفر بص انا بحب اسبانيا جدا وعامله بطوله استثنائيه بس انا بتوقع فرنسا فرنسا هولندا وانجلترا ماتش صعب جدا صعب جدا بس انا بقول انا شايف ان انجلترا هتكسب هولندا يعني ممكن يوم تكسب 2 او يعني هولندا بالك برضه جعفر مين لا هو قال انجلترا مش هولندا انت قلت انجلترا انا انجلترا مين يا لا بتوقع ان هولندا تخرج انجلترا هولندا بتوقع خلينا نشوف ايه اللي هيحصل انتوا الاثنين مختلفين انت قلت اسبانيا وجعفر قال فرنسا اسبانيا وانجلترا انت قلت انجلترا وهو قال فرنسا وهولندا شوف كده الاسبوع الجاي ايه اللي هيحصل بشكركم شكرا جزيلا طبعا يا جعفر والحلواني بشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله